مساء الخير. حياتي مع رفيق الحريري لا يمكن اختصارها في ساعة أو حصرها في لقاء. حياتي معه أسطورة. حياتي معه كانت ولا تزال معه لأنه دائما معي. هذا ما قالته السيدة نازك الحريري حين طلبنا إليها التحدث عن حياتها مع رفيق عمرها، زوجها الذي رافقته وكانت إلى جانبه في السراء والضراء على مدى 30 عاما وأكثر. تأبى السيدة نازك القول أن حياتها معه انتهت، فهو يرافقها باستمرار، خاتمه على صدرها، سبحته في يدها، ساعته في معصمها، صوره في كل مكان. إنه يعيش في وجدانها، تتحدث إليه، تشكو له، تسأله، تلوم على الرحيل من دون موافقتها على غير ما تعوده. لم تستوي السياسة يوما، بل ترى نفسها مندفعة إلى الأعمال الخيرية والاجتماعية تقوم بها باقتناع تام، ولكن اليوم همها الأول والأخير أن تتشكل المحكمة الدولية لتفي وعدا قطعته للرئيس الشهيد أمام ضريحه، وعدا بأن تنكشف الحقيقة وأن تسطع كالضوء. ماذا تقول نازك الحريري اليوم عن السياسة اللبنانية ورجالها؟ ماذا تقول عن رحيل الرئيس الشهيد وعن حياتها من دونه؟ هل صحيح أن الرئيس كان ينوي ترك المعترك السياسي وأنه كان يتحدث عن رغبته هذه في الآونة الأخيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها للمرة الأولى رغم ما تحمله هذه المواضيع في طياتها من ذكريات وصور من الماضي، الماضي الذي لا تتمنى نازك الحريري سوى أن يكون عبرة للمستقبل. في البداية سيدة نازك إليك هذه التحية. الخير ريكاردو، يعني أنت أخ، حضرتك أخ عزيز علينا. تعرف أنا يعني مقابلات وأشياء مثل هاي يعني كنت بعدي عنا حتى بعهد الرئيس وبحياته الله يرحمه، بس معزتك كبيرة ومميزة، فلحاول إنه أقدر أحكي شوي. يمكن لو ما في الكاميرا كنت قدرت أحكيك أكتر من هيك، مش لأنه الكاميرا بتراقبني، بس بحب كون بعيدة عن الأضواء وأشتغل وأعمل وبدون ما أتراقب، بس راقب نفسي، لأنه مراقبة النفس هي أكتر مسؤولية
من إنه مراقبة الكاميرا. لما بدي أحكي بتصعب أقول رفيق شهيد، أحكي عن نفسه، لأنه أكتر ما إنه بقدر أوصفه فهو ظاهرة غير طبيعية وما ممكن يكون فيه. يمكن في أشخاص كتير كويسين وبيحبوا، عندهم إنسانية وعندهم عاطفة ومسؤولية لاتجاه بلدهم، بس أنا ما شفت شخص مثل رفيق بهالأمور هيدي. بقول رفيق لأنه بحب أذكر اسمه، لأني اشتقت له. مش حاسة إنه رفيق منه موجود بحياتي، عشان هيك أنا ما زلت حي، لأنه ما فكرت حالي إنه أقدر أعيش بدونه. حتى بالسفر كان يضايقني بعدي عنه، وأعتبر ما في حياة إلا لما يوصل رفيق أو أوصل لعنده. بس في أشياء تركها رفيق، الله يرحمه، ولازم نكملها وبقناعة. واللي هو ما كان متصور إنه إني أعملها، كان يعرف إنه شخصية مرته وزوجته إنه ممكن يتكل عليها، وعندها مسؤولية حتى بحياته كبيرة. وكان يقول لي لو ما أنت موجودة حوالي ما كنت بقدر كون قوي بهالطريقة وإدعم وأقدر ساعد بلدي. وجودك حوالي هو اللي بيساعد، مثل وجودك حوالي لما بلشت لما بلشت بالسعودية، ظبط حياتي بالسعودية ورتب أموري المالية لساعد بلدي. فكرم السعودية كان كبير علينا، وعشان هيك رفي دائما ولاء الأول كان لله وللسعودية اللي أكرمتنا. أكرمتنا لأنه حست إنه هذا الشخص معتمد عليه، وكان يحبه لبنان مثل ما يحب رفي لبنان، ففهموا عليه وساعدوه ليقدر يساعد بلده. وعشان هيك انطلق لا يشتغل على نفسه ليكون محط الثقة من الدول الأجنبية، حتى يقدر كله يصب بوطنه اللي رجعوا على الخارطة، وليساعد الدول العربية إذا طلبوا منه مساعدة. ودائما المثل بيقول الحصوة الصغيرة بتسد خابية كبيرة. الصدفة جمعتهم وأشعلت الحب الكبير منذ اللقاء الأول. هالحب يلي استمر استمر وما زال مستمر. ما هي فصول هذه القصة وما سر استثنائية هذا الحب؟ نظرة واحدة منه كنت أفهم قديش هو عم يتأسف لي على الميسينج بالبعد عن بعض، حتى لو كنا بقلب البيت ونشغل بأي شيء طول النهار ما قدر يشوفني. تطليعة واحدة وقول له يعطيك العافية، يرد علي بنظرة واحدة، قدر أفهم قديش هو مقدر تضحيتي ووقفتي معه. كان يعتبر صوتي كأنه نغم موسيقي نابع من داخل نفسه ومن قلبه. فطبعا في فرق بين ما يدق التليفون ويطلع محمد أو علي ناصر مع احترامي لإلهم، أو تجي نازك تقعد حده وتقله على بإيده على كتفه بكل نعومة لحتى تفيقه. أكيد في فرق. وحتى لما كنت مسافرة كنت حاول أنا فيقه من النوم، بس ينجبر يدق التليفون، بس يعرف إنه هذا التليفون ما جاي من الأوبريتر ليقول له فلان بده يحكي معك، إلا يقول له مدام حريري على الخط. سألتني سؤال عن الليل، شو بيعني لي؟ بيعني لي الليل الصفاء الذهن والتفكير،
بيعني لي إنه رفيق بيرجع عالبيت، بتبلش الحياة رومانتيكية تكمل بتركيز أكتر، لأنه بنهار بضل مع شغله الشاغل، كان مع أنا مسؤولياتي اللي محملني إياها بوجوده أو عدم وجوده، تخلينا ننشغل فيها وما نبعد، بنضلنا نفكر بس منعيشها بالليل بحاسيسنا المرهفة، إنه أقعد معه بعد العشاء، نقعد مع بعض اتسمع له كأنه عم يحكي مع نفسه، وأنا بلاقي نفسي بالليل إنه كأنه أم سهراني على طفلة، حتى بأي وقت بفيق بلاقي في حدا يتسمع له. وكنت حس الأيام اللي يمر فيها ما في ليلة إلا كان يكون عنده في مشكلة، ولما بحس إنه تصعبت عليه الأمور بعرف هلأ بعد شوي رح يفيق ويقعد ويحكي أو يفكر أو يلاقيني قاعدة، يرتاح أكتر إنه في إنسان عم يشاركه بحياته. بهاء، سعد، جمان، عدي، أيمن، فهد، هند، وروح، حسام، كلهم أولاد رفيق ونازك الحريري. هذه الأسرة يلي شبهتها سيد الحريري بالكتلة الواحدة المتماسكة. شو سبب هذا التناغم والتضامن في هذه العائلة؟ بهاء، سعد، حسام الله يرحمه بيعني لي كتير. جمانة وعدي وأيمن فهد وهند، كنت حس ملكة لأنه عندي هالعيلة، كنت حاسة حالي بملك مملكة عايشة بين هالعيلة، وطبعا بين أهلي وأهله كمان، كأنه كلنا جايين من محل واحد، من بيئة واحدة. لما تحب رجل مثل رفيق الحريري بعظمته وعطائه ويعودك على المسؤولية والإنسانية والعمل الخير، وما تكون محب لأهم شيء بحياته لأن ولاده، بتكون أنت عم ما بتكون عادل. فلما يجوا الناس اللي عنا يكون عنا مناسبة، ما يعرفوا مين ابني مين ابنه مين ابننا مع بعض، ما كانوا يعرفوا، يسألونا بطريقة البساطة تبعتهم تفاصيل، بتعرف العالم كيف بيشوفوا عيلة كلها متماسكة، وبيعرفوا إنه هون عنده أولاد، هو عنده أولاد، أنا إحنا عنا أولاد مع بعض يعني، وبيشوفوا هيدا عبت هيدا، هيدا عم يبوس هيدا، أنا عبت شي ولد، بيقولوا أكيد ابنا، بيطلع سعد، بيطلع حسام. أنا وقت حسام مشكلته حسام ليطلع يروح يجيبه بعد الخبر اللي تلقاه بالسعودية وأنا هون مع الولاد، مشكلته نازك مين بده يقوله، ركب الطيارة بدل ما يروح أمريكا بيوصل لعندي ليفوت علي الصبح، وأنا عرفته رايح على زيمبابوي للصيد، بلاقيه صار عندي another direction، طريقة تانية، اتجاه تاني عن زيمبابوي. بفتح عيوني الساعة 5 الصبح بلاقي رفيق جاي يقعد حدي على التخت، شو في رفيق؟ يقول لي ولا شيء، بس وين ليه ما رحت على زيمبابوي؟ يقول لي لا، حسام عمل أكسيدن، هو بالمستشفى، بقوم بدي ألبس، بيقعدني بيعبطني بيقول لي لا نازك ما فيك، بدي روح شوف كيف وضعه بعدين ببعدك. قال له صار له شي؟ بيقول لي ايه. أيوة، كارثة، حياتي ضلت
أكثر من 6 سنوات، بعدين شديت حالي عشان رفيق، عشان باقي الأولاد، لقيت إنه it's not fair، يعني منه عادل إنه أنا بس. لساته بحس بقلبي حسام كان معلق فيي كتير. طبعا الولاد أول ما زوجت رفيق في صعوبات، إنساني غريبة فاتت عليهم، بس بنفس الوقت عملت جهد كبير لخليتهم يحسوا. طبعا ما حدا بيعوضهم عن الأم، الأم شي وأنا شي، بس برضو عملت حالي بمثابة أم ومثلت دور، مش مثلت، عملته واختبرت نفسي قبل ما يختبروني قدي بحبهم قدي بخاف عليهم. والدليل لما توفى حسام كانت الكارثة، وكان حاسسها رفيق، لو ما حاسسها ما بيمرق علي وبيقول لي. حسام كان يعني لي كتير، يجي من المدرسة، نقلتهم، عملت مدرسة بالرياض لأجل الأولاد، لأنه ما كان في مدارس كتير أهلية، فعملت مدرسة سميتها نجد، بلشت فيها بصفوف الأولاد، كنت عاملتها روضة وابتدائي، ولما وصلوا الأولاد لعندي كانوا بصفوف الإعدادي والثانوي، فعملت المدرسة، كبرتها بالصيفية وعملتها ليكونوا الأولاد يقعدوا فيها، وبلشت انتبه لهم. والسنة اللي بعدها نقلت جمانة وعدي لعندي، بس أول ولاد رفيق لأنه كانوا بصيدة وكان صعب، في مشاكل سياسية وحروبات وشي، خفت عليهم جبتهم لعندي. كان لما يجي من المدرسة ينطرني بدريسنج روم، قاعد بغرفة الملابس، لا أطلع إذا كنت مشغولة أو شي، يقول لي طنط أنا برا ناطرك، أوعك تتفاجئي أنا قاعد برا ناطرك، ما يقبل يتغدى ولا يأكل إلا أنا موجودة معه. وشوفهم هلأ مع بعضهم كيف بيحبوا بعض، ويا ريت الحسام كنت كسبت ولد تاني بحياتي. جمعنا وعدي وكان رفيق يعتبرون مثل ولاده، لأنه كان يحسهم قديش مقربين إله، وجمانة كانت تعني له كتير. جمانة ما بيقدر يمرق يوم ما يحكيها، وإذا حكاها يا ما شوف فوت لقيلة مدمع، ليه رفيق اللي عم تحكي معي هالبنت بحسها جوهرة، بعدين شوفي عدي ما بيعملنا مشاكل، ما في الولاد يا ما بيعملوا مشاكل لما بيكونوا بيمروا بوضع مثل وضعهم، كان يقدرون يحترمون. عشان هيك بتطلع أنا هلأ مقوية حالي، عشان حاسي إنه كل ولد من ولاده وبناته يحسوا إنه جعبالهم يقولوا بابا، فعم بعمل أب وأم بنفس الوقت، وأنا من جواي الأسى والحزن عم يقطعني، بس ما بقدر ورجيهم للأولاد حتى ما يضعفوا، لأنه مشوارنا طويل، وإني لازم يكونوا داعميني لأنه مزعين الأدوار بالعمل بالسياسي بالعمل الإنساني، فوزعنا الأدوار والحمد لله عيلة كلها مجموعة على بعض، كتلة واحدة متوحدين، جامعين حوالينا المحبين، نعمل معهم نشتغل معهم، لأنه العمل كبير علينا، مسؤولية كبيرة. استراحة قصيرة نعود من بعدها، خليكن معنا. كان هاجسها الخوف، خصوصا باخر فتره من حياته، صارت تخاف اكثر واكثر من انه تمتد ايدي الاجرام والقتل لإله. هل كان قلب نازك الحريري؟ دليله كنت خايفه من يجي يوم، كنت قلت له اياه قبل وفاته باسبوع، اسبوعين تقريبا قبل ما اجي لهون، مثل هالوقت اجيت لهون، بعد ما اطمنت انه طاب كتفه، طلب مني اجي هون لحتى يلحقني ويغير جو. كنت خاف لانه شايف البلد وين وصلت،
شايف العالم اللي كان حاطت إيده معهم ومادت إيده لكل المسؤولين الموجودين هلأ لحتى يتساعد ويتساعد معهم، لأنه يضل مع الجماعة وإيد واحدة ما بتزقف. كان بيعرف مع كل أهدافه والنهج اللي حاطه وشو بده للبنان، ما بيقدر لوحده إذا ما تساعد مع أهل بلده ومع كل الدول العربية، وحتى جير كل علاقاته الخارجية الدولية لبلده. رفي أنا خايفة يصير شيء، شايفة الأمور كتير عم تحتد ومع ده، وفي كتير ناس ما عم يفهموك عم يخافوك. قال لي نازك أنا ما عامل شيء لحدا، بالعكس أنا مقرب لكل حدا ومفهوم، ما بخوف، أنا بدي ساعد الجميع، بس الأولوية لبلدي، بدي بلدي تكون حرة مستقلة. قلت له هذا يمكن يكلفنا كتير. قال لي ما حدا بيسترجي، لأنه أولا أنا ما حدا بيكرهني وبيعرفوني إنه اللي بده ياني بيقدر يوصلني، وما بخوف حدا وما بظلم حدا وما بتعدى حدا، وما بدي حرية بلدي على حساب أي بلد تاني عربية سوى أو أي بلد تاني. قلت له هذا ما بيكفي رفي، انت شايف في وحوش بشرية حوالينا وانا ما بقدر عليهم، هيدول عم تحملني مسؤولية وعم تحسني انه قادر انا اكمل، بس بوجودك بدعمك ممكن اعمل اكتر من هيك، وشو ما تطلب مني بقدر اعمله ولح اعمله لاجلك، لانه بعرف شو اهدافك وشو طريقتك وتفكيرك لبلدك. فقالي نازك انت قوية بوجودي وعدم وجودي، بس لحاول انه حافظ على نفسي، وعلى كل حال في وعودات كتيرة دولية وعربية انه ما حدا لح يصطعني ولا يأذيني، وما ممكن أي حدا يفكر بإذاء شخص مادت إيده للجميع. بعدين مشي هيك شوي بالغرفة ورجع لي، قال لي نازك معقول أنا أتركك؟ معقول حدا بيقدر يعيش بلا نازك مثلي؟ هل لازم أقول لك يا وايد ضلة بتجي فكري كيف راح ورجع لي. فأنا حسسته إنه لازم أكتر ينتبه على نفسه لحتى يضلوا معي بطريقة ما، هو فهمني فصار يضحك. بالعادة وصباح كل يوم تتصل السيدة نازك الحريري بالرئيس من باريس، لكن نهار 14 فبراير 2005 قررت انتظار ورد عيد الحب، وقررت أيضا انتظار عودته من البرلمان، ولكن الرئيس لم يعد إلى المنزل وبقيت هي في باريس عم بتكلم نفسها طول النهار وتقول I cannot live without him، لا أستطيع العيش من دون رفيق. كيف بتروي السيدة الحريري تفاصيل هذا اليوم المشؤوم في حياتها، حياتنا وفي تاريخ لبنان؟ 13 شباط يوم كان الأحد، دائما بيحكيني الصباح بنحكي مع بعض، كان عادي التليفون. الساعة 6 الظهر بعد الظهر اتصلت فيه، شفت الأخبار قبل بيوم، حكيته فيها قبل بيوم، رفيق ما عجبني الأخبار، ما عجبني هالهجوم عليك بسبب غير وجيه اللي هو عن الزيت. فهو يوم الأحد الساعة 6 رجعت اتصلت فيه، بالعادة بنتظر لما يتصل فيه بوسط النهار لأنه بعرفه مشغول، بس قد ما كنت وري ومنزعجة
فحكيته بس بطريقة شوية فيها حزن وأساوي وصرامة. قلت له رفيق بطريقة جدية، رفيق ما شايف الخطر عليك؟ هلأ بدك تطلع. القصة مش قصة زيت، أكبر من زيت. قال لي لا نازك ما تاخدي الأمور هيك، ما أنت عارفي فسرت لك بلبنان لما كنا، وفسرت لك لما أجيت إنه ما حدا بيستعني. بعدين في أمر دولي لأي جهة بتحاول إنه شايفين إنه ممكن يغتالوني، أخدين تعهد منهم إنه ما بيقربوا صوبي. بعدين أنا مين عدوي نازك؟ هاي قصة الزيت قصة هيك عم يخترعوها. طبعا أنا تلقيت الخبر، يعني في الصبح بفتح إذاعة الشر بسمع الأخبار، ما حكيت رفي لأنه بدي استنى ليرجع، بعرف أنه هلأ بمجلس النيابي وأنا عم بحضر حالي. جاييني ناس، وصلوا الناس على البيت بيقطعوا البرنامج بإذاعة الشر عن فؤاد نعيم هون راديو أوريون، وبيقولوا في حادث كبير صار قدام البنك. شو أنا فكرت؟ سرقة أو شي؟ ما أخذت له. بعدين بيقولوا أحد من المرافقين لدولة الرئيس بفتكر مخطر كان مارر هونيك. بنط أنا على بروح على غرفتي بفتح التلفزيون شوف الحادث وشو بيقولوا دغري، انه استشهد رفيق الحريري. انا بشوف هيك ما بصدق. تتصل في مدام عايدة فستو تسمع الخبر من السعودية اللي هي امه لعبد العزيز زوجة الملك عبد الله سابقا، بتقول لي نازك شو القصة؟ قلت لها هيك هيك عايدة، بتقول لي ما تصدقيهم ما تصدقيهم، أكيد مش مزبوط، أكيد نفد. بنهار أنا على الأرض شو بعمل؟ كان رفيق قايل لي نازك إذا كان صار أمر أكبر ما يتصور عقلك، أنت حكيمة ودائما عندك الرزانة بتفكيرك وعقلانيتك، بس إذا صار شيء أكبر من أنك تفكري فيه تصلي بالإليزي وحكي مع الرئيس شيراك. وهيدي أول مرة أنا بكون عم بتصل دايركت مباشرة مع الرئيس. بتصل بقول له، أول جربت رفيق طبعا، بقول له لمحمد الأوبريتر بليز محمد بدي أحكي مع رفيق، بس سمعني صوته يمكن راح على المستشفى ليزور. لأنه بعرف كيف لما وقت كنيسة سيدة النجاة كيف كل الكنيسة قايمة قيامتها وهو هنيك شفته على الموقع الدخان طالع هو على الموقع. قلت له يمكن راح يشوفهم، شوف لي دكتور صوايا يمكن بيعرف وينه. فقال لي ما عم يلقط الخط معي، ما بعرف إذا صح أو مش صح، بس يمكن كان في منه إنه قطعوا الخطوط، كان في بالخطة قطع الخطوط. ولما فقدت الأمل إني أسمع صوت رفيق اللي كنت ناطرته بعيد عيد الحب عيد فالنتاين أسمع صوته، ف جبرت اتصل بي الرئيس شيراك. قلت له بريزيدنت شيراك في شغلة صارت بلبنان اكسيدنت، خايف يكون رفيق يكون فيها. قال لي مش معقول، ما ممكن ما ممكن،
هلأ أنا بتصل وبشوف. رئيس شراك مع مدام شراك 3 دقايق كانوا هون، طلعوا عندي، طلعت مدام شراك أول شافتني عم ببحث، يعني مش متصورة وما متخيلة وما مصدقة. بعدين طبعا بيعرفوا ما بيقولولي، بضل الدكتور يعطيني حبوب وأدوية لحتى ما أنهار. بس بتذكر حالي كنت عم بقول لمدام شراك I cannot live without Rafi. I cannot live without Rafi. I cannot live. وهي عم تحضني. I cannot live without Rafi, really. ما فيني أعيش بدونه. بس I have to. لازم. لازم. رفيق اغتالوا. بس ما بدي يغتالوا مرتين. لازم كمل مسيرته. الله يخلي لي الولاد كلهم. وابننا سعد. الله يحمي يا رب. وإذا كان صحيح بحبه رفيق في قطرة من محبة، نقطة من محبة رفيق للشعب اللبناني، بحميلي ابننا سعد، لأنه ما بقدر شوف مصيبة تانية تصير بتحل بهالبيت. قلبها أبيض ما بيحمل أحقاد، إيمانها بالله كبير. هل من الممكن أن تغفر صاحبة هذه الصفات لمن قتل رفيق العمر؟ مشيئة الله حددت له بهاليوم، لأنه كان ممكن يتوفى بالحادث اللي صار له بالبوت لما وقع وغاب عن الوعي وانكتف وانكسر كتفه. برجع بقول مشيئة الله إنه اختاره هلأ تنتهي حياته، بس هو لساته بروحه معنا. بس لما بيموت الإنسان بمشيئة الله، غير ما الشخص بينوي إنه يقتل بيقرر يقتل إنسان تاني، مثل اللي حصل مع الشهيد رفيق الحريري، قرروا يغتالوه. منه الله اللي قرر يموته بمرض أو بعلة ما، بكل شيء ماشي وراه ومسيرته وبما يريده وبما يتمنى أن أعمله. إلا بالنسبة للأسود ما قادر يقيم هالحزن اللي من برا ومن جوا، ونقطة البياض لتقول إنه قلبي بعده أبيض ومتسامح للجميع وللبنان كله، بس ما عدا اللي قتل رفيق الحريري، فهي نقطة السواد اللي غاطي على الأبيض على البياض. في ناس غدارين جبنة ما قدروا يواجهوا رفيق الحريري وخافوا منه، خافوك فقتلوك. بس دمه، دم الشهيد يعتبر مثل العسل اللي عم يطلع من الشجرة اللي كلها خير للبلد. ورفيق موجود بيناتنا. علما تقول الحقيقة مهما كان الثمن، لأنه الصدق هو بوابة النجاح. فما سر ظاهرة رفيق الحريري؟ كان رفيق الله يرحمه واثق من نفسه كتير، يعرف انه الناس واثقين منه حتى لو ما بيعرفوا. مثلا كيف كان ياخد من البنك مثل نوع من المصاري مقدمة ليقدر يعمل أي مشروع ويدينه البنك، يدينه بدون أي
ما يرهن بيت أو عقار، يعملوا له سانديكيشن بدون أي شيء، بدون مقابل. قل له كيف رفي بيعملوا لك هيك؟ بيقول لي على طريقة كلامي، وبكرة بيشوفوا كيف أنا. فمرة واحد من المدراء الموجودين بالشغل عنده بالمؤسسة، كانت سيكونيست، كنت روح أنا زوره لأنه ما كان عندي كتير مسؤوليات بالسعودية، فيخاف أنه يزهق لما يطول يبعد بعد ما يروحوا الموظفين. فلقيته عم يتناقش مع المدير تبع الشركة تبعته، كانت مؤسسة سيكونيست لسه ما صارت شركة. فقال له تعرف قبضنا مبلغ دفعونا بالمشروع وبدك تسدهم كلهم للبنك؟ قال له أنا شو وعدتهم؟ قال له تسدهم كلهم، بس احنا فينا نقول لهم ما قبضنا كلهم. قال له بتفكر رفيق الحريري ما يكون صادق؟ أهم صفة عند رفيق الحريري الصدق والوفاء والولاء، والصدق هي اللي نجحته دائما. كان يقولها الصدق والحقيقة، قول الحقيقة وما تخاف. كان يجمعهم حبنا العائلة والولاد، وكانت السياسة تفرقهم. هو مقتنع بأنه مسؤول تجاه وطنه، وهي مقتنعة بأنه السياسة ما بتجيب إلا وجع الرأس. دخل معترك السياسي، دخلوا مش محبة بالسياسي، دخلوا ليساعد بلده وطنه. لأنه لما قرر يدخل بالسياسي كان عامل كتير أمور إنسانية واجتماعية للبلد، بس لما صاروا ما يقدروا يمرقوا له الأشياء بسرعة اللي هو شايفها إنه ليس في البلد، لأنه البلد كانت في دور مرض وليس نقاها، فحس حاله إنه لازم يكون عنده صلاحية أكتر. وما بتجي الصلاحية إلا إنه يكون عنده منصب سياسي، وهذا اللي اكتشفه بتجربته لما بلش يتعاطى بمساعدة لبنان. عشان هيك لما وافق الملك فهد الله يرحمه وإنه يكون رفيق بلبنان ليساعد بلده، إجا ليقنعني إنه نازك أنا وعدتك ما أكون بالسياسة، بس ما حدا عم يقدر يساعدني مزبوط لوحدي. لما بلشت بالسعودية ظبط حياتي بالسعودية ورتب أموري المالية لساعد بلدي، فكرم السعودية كان كبير علينا لأنه حست إنه هذا الشخص معتمد عليه، وكانوا يحبوا لبنان مثل ما يحب رفيق لبنان، ففهموا عليه وساعدوه ليقدر يساعد بلده. شو تعلمت السيدة نازك الحريري من الزوج يلي حضرها تحت جوانحه وطار فيها إلى عالم بتختلط فيه السعادة الشخصية بأعمال الخير من أجل إسعاد الآخرين، وبالنضال السياسي من أجل مستقبل أفضل للبنان؟ كان يقول لي أنا بشغل العالم كله بالخير بطريقة إيجابية، بيقنعهم يكون عنده شيء هدف للبنان بده يعمله، بيقول لي يا ترى رح يزبط معي نازك أو لا، ويروح ويرجع حامل معه نتائج إيجابية مثل باريس دو، يعني هدول باريس واحد باريس اثنين كتير كانوا بيهموا اقتصاد لبنان. السياسي كانت تهمه لاستتاب الأمن بلبنان، ولا يقدر يكون بالسياسي يقدر يحصل على استقلال لبنان وحريتها، لا يقدر يشتغل بالاقتصاد وبالإعمار وبالبناء. بس لما يقول لي إياها يقولها من نابع قديش هو عم ينجح بالمهمات الصعبة، وقديش
محبته لإلي، كيف إلي تأثير إيجابي عليه بالأشياء اللي أنا متماشية معه بعمل الإنساني ومصلحة البلد. فلما بقول له شغلي أنا شايفتها هيك أصح رفيق، وطبعا بيني وبينه أو بين المقربين كان يقول لهم شفتوا أنا عم يعني تأثير كبير على العالم كله، وشوفوا قديش تأثير نازك علي، بتلفني بأصبعها. وهذا مثل بيقول بلف العالم بس لففتني بأصبع واحد. بتعتبر نفسها نازك الحريري تلميذة رفيق الحريري في السياسة، وبتتسأل ما الذي حصل بعد 14 أدار حتى غير بعض السياسيين اللبنانيين بمواقفهم تجاه الرئيس. بتخبر وبتروي أنه أستاذها زوجها علمها أنه لبنان هو بلد العيش المشترك وليس التعايش فحسب، لأنه مستحيل أن تفرض أي شيء بالقوة على الشعب اللبناني. فلنستمع. لما خلص وقت الرئيس الهراوي وإجا وصار يحكوا بالرئيس لحود، بلشوا العالم عرفوا أنه ماشي رفيق. لما إجا على السراي وقال له أنا بشتغل معك بحط إيدي معك بس غير الدستور وامشي معي كرئيس جمهورية، وأنا مستعد امشي معك، أنت بتعرفني أنا مستقيم وأنا ممكن يعني تؤتمن جانبي، يعني أني أمين على كل شيء وأنه بقدر أشتغل معك وأنت بتعرفني وبتعرف استقامتي ومنحط إيدنا مع بعض ومنبني البلد وبعهدك على هيدا بس إنك تغير الدستور. فهو فكر فيها وقال إذا كان هو هيك والإنسان ما شفت منه شيء فقبل. فالناس لامتوا قال لهم ما حدا بينتقد رئيس جمهوريتنا، لازم نحترمه ونمشي معه ونتساعد مع بعض. فلما إجا لحود تغيرت المعطيات، صار أولا قال شيء لرفيق، وبعدين بعد القسم صارت الأمور تغيرت، تصرفاته مختلفة مع رفيق، وقديش يحاول رفيق معه الله يرحمه بس ما تزبط. ما بعرف هل هو من نفسه أو مضغوط على أمره أو ظروفه، ما بقدر أعرف. سمحت السيد حسن نصر الله، يعني بقدر أقول رجل بطل بالنسبة للمقاومة واللي عمله بلبنان، النصر الكبير العظيم اللي صار تحقق. صحيح إنه صار خراب ودمار، دمار ومآسي بالبشر اللي ما بقدر أتصور إنه ممكن حتى لو فيلم سينما لأقول يعني مبالغ فيه على هالإجرام اللي عملوه الإسرائيليين. ولكن نترك الجانب هذا اللي قلت أنا قديش تأثرنا فيه وقديش اشتغلنا لإله، وهذا واجبنا تجاه أبناء وطننا. وما في جميلة حدا يجمل على حدا. وقديش لاحظت إنه الشعب اللبناني كان متعاون مع الجميع ومع الجنوب، وقديش كان إنساني الشعب اللبناني باحتضانه لمأساة الجنوب وأهل الجنوب. وهذه مأساة كبيرة صارت علينا وهلأ عم ندفع ثمنها ولو انتصرنا. بس في شيء ما بيتعوض، البشر اللي راحت والأطفال اللي تشوهت واللي عم يعانوا هلأ واللي عم نبعتهم لبرا ليتعالجوا. بس بالنسبة كمان لسمحت السيد حسن نصر الله، يمكن ما كان بالبداية على علاقة مع الرئيس الله يرحمه رفيق، بس بآخر عهده وحياته لرفيق كان يشوفه كتير
كان حابب يتعرف عليه لأنه حس إنه أخذ فكرة عنه بطريقة مختلفة غير إيجابية، فكان يروح يتردد عليه ويزوره، وعدة مرات يروح لما يزوره يتأخر فينشغل بالنا فكرنا أنا والبنات عليه، مش لا سمح الله لأنه راح لعنده لأنه أكيد بيحميه والله الحامي، بس إنه الطريق والليل ويعني مسؤولية إنه بنص الليل عم يرجع يجي على البيت، بس يجي مبسوط ينسينا هالانزعاج اللي والمخاوف اللي كنا فيها. يقول لي نازك إنه أنا ما كنت بريد إنه ينحط حزب الله على القائمة الإرهابيين، واللي اشتغلت عليها وساعدوني فرنسا فيها، وطبعا كنت عم حاول كمان مع أمريكا نفس الشيء. فهي مقدره إياها سمحت السيد حسن نصر الله. ولما إجا عزاني سمحت السيد وعزى البيت والولاد، فكان مبين عليه الحزن والأسى، وقال لي أنا بنيت علاقة مع رفيق للأسف الشديد كانت إيجابية جيدة، وكان يثق فيي ويقول لي يا سمحت السيد أنا بوثق فيك كثير، ولأنه لما بتقول لي شيء بتقدر تعمله كنت تعمله. ولدرجة قال لي اليوم اللي بعرف وعم نحقق وعم نحاول نحقق ونشوف، اليوم اللي بعرف مين اختار رفيق الحريري رح اجي بنفسي وخبرك عنه. بستغرب دولة الرئيس نبيه بري لما كان يمر بمصاعب كان رفيق كأنه مشكلته يقول لي نازك كيف أنا بدي طلعه من هاي القصة، يعني احنا ثلاثة راكبين رئيس الجمهورية ودولة الرئيس نبيه بري وأنا، يعني احنا لازم نكون مع بعضنا، لما بيصيبوا اي شيء كأنه صابني. لما رفيق اخر وقت وعهده او حياته بالاحرى انه 3 شهور بطلوا يحكوا مع بعض ويتصل فيه ما يرد عليه، واستغرب لانه محبة رئيس نبيه بري لرفيق كانت مبينة ظاهرة، وتحسهم يعني في كأنه نوع من الكيمستري بيناتهم إلا بهال3 شهور هدول، مع أنه قبلها إجوا يباركونا بأيمن بزواجه لأنه ما كانوا عزمناهم ما كانوا موجودين بالبلد، وإجوا وكنا على السفرة أربعتنا مدام بري دولة الرئيس بري كنت موجودة ودولة الرئيس حريري. فلما عم نتحدث فقال لي شوفي مدام حريري زوجك عاطفي جدا والوقت ما عاد بيسمح ليكمل الرئيس لحود، فهلا بدنا نعمل انتخابات ولح سبقها للانتخابات لحتى انه ما نمدد ولا نجدد للحود، وهي انت وست رندا شاهدين على كلامي هيدا، بكرة جوزك بيشفى بيرجع بيجدد له. فطبعا انتو بتعرفوا كيف التمديد صار. بتسأل يعني وين هالعاطفة راحت، وين هالعشرة راحت. هلأ اليوم مثلا بيرجع الواحد الإنسان بيتسامح لما بيلاقي في خطوة لقدام، مثلا هلا كونه دعم مؤتمر باريس 3 وعمل تقدير وتشكر للرئيس شراك، فهيدي خطوة إيجابية جيدة من دولة الرئيس نبيه بري، وإن شاء الله الباقيين كمان يعملوا مثله. جنرال عون معرفتي فيه بالسابق معرفة إنه بس بتجيني مثلا بسمعهم بيتحدثوا عن الجنرال عون وكيف رفيق الله يرحمه كان يساعد الجيش عن طريق الجنرال عون،
لما كان موجود بلبنان، ولما إجا هون 15 سنة طبعاً ما كان عنا علاقة معه، بس لما إجا خبر اغتيال رفيق الحريري لقيته هون بالبيت موجود، قدرت له إياها، لأنه هلأ بتذكر بعدها ما كنت مفكري أنه اغتيال رفيق الحريري أو ما عاد موجود رفيق الحريري، بس لما شفت الجنرال عون وبحياته ما زايرنا بالبيت هون وسلم علي، شفت الأسى والحزن وحسيت الخسارة الكبيرة اللي لقيتها باستلاحات وجهه، الإكسبريشن تبع وجهه قديش بتدل على أنه في خسارة كبيرة حصلت، ولو أنه في محلات كانوا ما يتفاهموا عليها أو ما يكونوا على نفس الخط، بس حسيته قديش هو متأثر. ولما رجعت على باريس فتحت البيت مشان التعزية، إجا كمان بقدره إياها، جيتوا على البيت، كان عندي موجودة مدام شراك، مدام بطرس غالي، قاعد بيناتنا، قاعد مطولا، وليس جلسته كانت كواجب. حتى بتذكر انه اجاني تليفون رسمي طلبت منه الاذن اني اقوم احكي وارجع اجي، ضلوا ناطر. وسألته سمعنا جنرال انه حضرتك بدك تنزل على لبنان، احنا خايفين عليك، منك خايف من النزلة انه يكون فيها عليك اي ريسك؟ اللي احتد هيك وقال لي مدام حريري تعرفي مين فقدنا؟ فقدنا شخص اسمه رفيق الحريري، أهم شخص عنا بلبنان، بتريد يحب يروح؟ بتريد يروح دمه هدر؟ بتريد نسكت على هالقصة؟ بتريد منطالب بدم رفيق الحريري؟ فلقيتها منه كبيرة كتير ومهمة وعظيمة، وقدرت له يا قلت سبحان الله كيف الأيام، كأنه رفيق الحريري ساعد هالبلد ليحطوا إيدهم بإيد بعض كلهم، حتى اللي بريت البلد اللي 15 سنة واللي حاقدين على داخل البلد أكيد لح ينزلوا يحطوا إيدهم مع بعض ليشوفوا الحقيقة شو هي ويزبطوا البلد مع بعضهم. وسألتني مدام شراك شو عم بيقول، لأنه كان عم يحكيني بالعربي ففسرت له إياهم، قالت لي يعني انبسطت للكلام. ف وانا كتير يعني كان سروري كبير بهذا الشيء، ودعته وقلت له انتبع على حالك والله يحميك. من جيته بالمطار حسيت جاي في نوع من التعصيب وفي نوع من تغيير طريقة التفكير اللي قال لي اياه، تحليلاته السياسية اللي كان باني عليها اغتيال رفيق الحريري والمطالبة بدم رفيق الحريري. بلش من المطار يعتبر انه هالقرارات اللي طلعت 1559 هي جاي منه من امريكا، من يعني بلش يحكي اشياء ما احنا عم نتنافس معها، احنا طريقتنا وشو كنا بدنا نطالب فيه هو معاهدة اتفاقية الطائف، واللي هي يمكن تشبه 1559 بمحلات كتيرة، بس احنا هيدا كان هدفنا، ما طلعنا للأمور التانية. فإذا هو متباهي فيها وحاببة انه تنتسب لإله ما في مانع خليه ينسب لإله. وبلش يحكي عن بخطاباته عن الفساد من 1992. معناتها شو؟ شو معنات الكلام؟ يعني عهد رفيق الحريري الشهيد اللي هو ضحى للبلد. رفيق الحريري كان بينحكى عليه بالفساد، وهو كل ماله وحاله
كان مجيره للبلد. طب ليه ما بيطلعوا من وين جاي الفساد؟ ليه ما بيطلعوا رفيق الحريري لما طالب بالإصلاحات الإدارية ما خلوه، كان مجبر إنه ما يمشي فيها، جبروه ما يمشي فيها. ليه ما يطلع شو عم يصير كان بالكازينو لبنان أو بنك المدينة أو 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 هدول اللي كان ما عم يقدر يعملهم، وكان كتير عم يعصب إنه البلد بحاجة لهدول الأشياء، منا بحاجة للناس تعمل كوربشن بالبلد وتسرق وتنهب. رفيق الحريري لو آخر قرش بجيبته بحطه بالبلد. فأنا دائما بقعد وفكر بهالتناقض بطريقة، ما بدي أقول لك بالمبادئ، بس بطريقة تحليلات السياسية اللي بحللوه عن شخص مش موجود ليدافع عن نفسه. العيش المشترك كان عنده أهم. لما حدا يقول تعايش يقول لا، التعايش معناها إنه غصب عنه الواحد، بس العيش المشترك هذا شيء إنه إحنا كلنا مع بعض. البلد ما بتزبط إلا كلنا مع بعض، شيعة سني مسيحي ماروني كاثوليك، كلنا مع بعض. هيدا كانت طريقته. استراحة قصيرة نعود من بعدها، خليكن معنا أصدقائي المشاهدين. وعد ينسحب من عالم السياسي بلا ما يتخلى عن وطنه وشعبه، لكنه رحل من دون أن يفي. فلنسمع إلى سيدة الحريري تروي قصة هذا الوعد. بعد رأس السنة إجا هو ونزل ورجع بعدني، وإجا زارني كان بالبحرين زيارة رسمية مع هندو بنتي هند. لما إجا مع هندو قال لي نازي، قلت له بنزل معك، قال لي لا أنا راجع، خلي لي سبب أرجع نازيك، لأنه إذا نزلتي بلاقيك يا حدي ما عاد برجع، فبغير جو وخليني أنزل. أنا عندي الاجتماع تبع المجلس النيابي بدون يغيروا قانون، هلأ إذا ما نزلت رح يقولوا خربطة علينا رفيق وما إجا دولة الرئيس لحتى ما نعمل قانون، وأنا القانون اللي بالدنيا لح أمشي فيه، وإن شاء الله بنجح وبنجح المجلس النيابي ومننظف مجلس النيابي من كل الشوائب ونعمل مجلس نيابي منيح. ساعتها نازك بقلك أنا بس حط البلد على السكة واللي هي آخرة تغيير مجلس النيابي وتظبيطه، لحقلك لح أترك مداولتي السياسية اليومية ولح أكون بس مرجع سياسي وليس سياسي بمنصب سياسي. كان متصل فيه قبل بليلة سترفيلد، كان عم يحكي معه، قال له أنا لح أعمل هيك، قال له ما بصدقك، قال له بكرة بتشوف. فقال له أنا عامل تخطيط، أنا ما لح أحرد عن البلد، أنا بدي وصل البلد محل ووصلتها بفتكر، بس باقي لها مجلس النيابي. قال له طب شو يعني لح تسلم ولد من أولادك؟ قال له لا، احنا مش داينستي، السياسة ما خلقت عنا وراثية بالبيت، انا اخدت السياسة لساعد بلدي. ما حدا بيصدق انه رفيق كان لح يترك السياسة بس ما لح يترك اهل بلده وما يساعدهم. وقال لي نازك انت بتكملي بعمل المؤسسة وانا اكون مرجع سياسي. قلت له طب شو الدليل على هذا؟ قال لي لما بتشوفي بتسمعي إنه محمد الحريري راح على لندن ويمضي البوت الجديد بتعرفي إنه رفيق. وكان صحيح يوم التنين يوم وفاة استشهاد رفيق، كان راح محمد يمضي البوت وقالوا له هو قاعد جوا مع الشركة اللي كانوا عم يمضوا البوت. قالوا له محمد الحريري صار شيء ما فينا نقول لك شو هو.
لبنان يعيش أيام صعبة، لبنان يتخبط في مآسي وويلات كثيرة. كيف ترى السيدة نازك الحريري الحل من أجل إنقاذ لبنان من محنته الصعبة؟ فلنسمع إلى ما قالته في هذا الموضوع. بدنا الحقيقة نعرف ما نغطى لرفيق الحريري بحرقة قلب من جوا. ما عاد يهمني، بدي حقيقة رفيق الحريري. للأسف البيت، زوجته نازك خسرت رفيق الحريري، أولاده خسروا رفيق الحريري، العالم اللي حواليه، العالم اللي بيشتغلوا معنا بالبيت بيحسوا ناقصهم شيء. يعني العالم اللي حواليه، المحبين، الموظفين، الوزراء، السياسيين، البلد، الدول العربية، الدول الأجنبية، الرئيس شراك، حاسس خسر بي وخي. بيقول لي هو أصغر مني، بس أنا كنت أعتبر عندي بي وخي اللي أنا فقدتهم، واللي ما عندي خي واللي فقد بي. الملك عبد الله، السعودية، لما رحنا نعمل عزا، ما بقدر أقول لك إجوا العالم والناس، في ناس ما بيعرفوا رفيق الحريري، يجوا يقولوا بس لا نعرف شو بيعمل لبلده، وإحنا فخورين فيه إنه طلع من عنا، وإحنا بنعتبره ابننا. عملوا له عزا بالسعودية كأنه ابنهم. طبعا البلاد الثانية، الدول الثانية كلهم، الشرق والغرب كلهم، كان رفيق الحريري وفاته عنا للعالم كله. المجلس الأمن بيحكي برفيق الحريري والحقيقة، والمحكمة، الدول الأجنبية بتحكي، الدول العربية نفس الشيء. يا ترى شو السبب إنه بلدنا ما بدها تدعم المحكمة الدولية وتعرف الحقيقة؟ ما هي الحقيقة اللي بدها تعرفها لاغتيار رفيق الحريري. حتى اللي غير مكترسين لاغتيار رفيق الحريري والشهداء اللي معه ورفاقه، أو التانين، أو اللي قبله أو اللي بعده، بس استتاب الأمن ما لح يكون بالبلد إذا ما نعرفت الحقيقة. فاللي هامه لبنان بده الحقيقة. يا ترى في لبناني ما هامه معرفة الحقيقة واستتاب الأمن بلبنان، إن كان حبه رفيق أو ما حبه؟ الذكرى الراسخة بذهني إنه هذا الرجل ظاهرة غير طبيعية، حبه وعشقه لزوجته واحترامه إلي، وفاؤه ما ممكن. بستمنى لكل امرأة يكون عندها زوج مثل رفيق الحريري، وكل بيت وكل ولد يكون عنده أب مثل رفيق الحريري، وكل بلد يكون عنده شخص مثل رفيق الحريري. كان غيرته على زوجته وأولاده وبلده غيرة غير متناهية، ليست مرض، كلها حب، كلها إنسانية، وكلها محبة وعاطفة. عاطفته بتبين من وجهه، من عيونه. طلع على وجهه، طلع على صوره، everywhere، كل محل. هل بتلاقيه انه هذا الرجل توفى او راح من الدنيا؟ ابدا. موجود بكل شخص فيكم. كل شخص فيكم بده بحب لبنان، بحس لازم يكون رفيق الحريري، مش بس زوجته وابنه اللي متولي موضوع السياسة اللي جبر عليها ومنا ندمانين وطلع قدها والحمد لله. في ختام هذا الحوار الخاص والحصري إلى برنامج وراء الوجوه، بتشكر السيدة نازك الحريري اللي خرجت عن صمتها لأول مرة، بتشكرها على ثقتها، على صراحتها ورحابة صدرها في هذا اللقاء اللي تم في العصر. تصبحوا على خير.